لن أتأخر، سوف أعود سريعا. كونوا أطفالا جيدين ريثما أعود. ناجية امرأة في العقد الثالث من عمرها، توفي زوجها في الحرب وهي ترعى أطفالها الثلاثة. ناجية مصابة بمرض خطير، وهي مضطرة لتلقي العلاج 3 مرات في الأسبوع في أحد مراكز العمل الإنساني الطبية في القرية المجاورة. عزيزتي ناجية، إنه دورك، لطفاً تفضلي بالدخول. هذا الطبيب اسمه عاصي، أحد أطباء المركز المتميزين. أهلاً ناجية، تفضلي بالدخول. هل أنت جيدة اليوم؟ إنني جيدة، ولكنني أشعر بالقلق على أطفالي. أقضي وقتاً طويلاً في الانتظار ريثما يحين دوري. هل يمكنك أن تساعدني؟ ناجية الجميلة، بالتأكيد سوف أساعدك. علي أولاً أن أحصل على رقمك كي نتحدث مع ليلاً يتمكن من تحديد الوقت المناسب. عزيزتي ناجية، ما بك؟ هل أنت بخير؟ لا شيء، لقد تأخرت على أطفالي وعلي الذهاب. كانت ناجية خائفة جدا وترددت بإخبار الممرضة عما حصل في العيادة لئلا يتناقل الناس ما حدث. وقفت ناجية الآن أمام اللوحة وتذكرت جلسة التوعية التي حضرتها العام الماضي حول مواضيع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وأن عملية الإبلاغ آمنة وسرية. مرحبا، أريد الإخبار عن الطبيب عاصي الذي يعمل في المركز الصحي. شكرا على تواصلك معنا، نريد إخبارك أن عملية الإبلاغ سرية للغاية، وبإمكانك عدم إعطاء اسمك إن رغبت بذلك. قامت إدارة المركز بالتحقيق مع الطبيب عاصي وتمت إدانته ليتم فصله من العمل، ثم تم التعاقد مع الطبيب صالح الذي تلقى تدريبات البي اس اي اي لتعود ناجية لتلقي العلاج بما يناسب وقتها بعد أن شرحت ظروفها لإدارة المركز. الاستغلال والاعتداء الجنسيين سلوك سيء وموجب لإنهاء العمل، لا تتسامح مطلقا مع حالات الاستغلال وبلغ.